تعالوا نبدأ بأبرز الأخبار اللي حصلت معنا في صباح الخير يا مصر. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع مسؤولي شركة أباتشي الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي، واللقاء تناول استعراض ومتابعة أنشطة الشركة في مصر والخطط المستقبلية لها وتوسيع وزيادة حجم أعمالها. كمان من ضمن الأحداث اللي حصلت امبارح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى عدد من المصريين العاملين في المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي على هامش مشاركته طبعا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الغانية أكرا. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع كل من جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي ونائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة، وده بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد استعراض ومتابعة أنشطة شركة أباتشي في مصر وخططها لتوسيع وزيادة حجم أعمالها، استمرارا للتعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز وتحقيقا للاستغلال الأمثل موارد مصر بقطاع الطاقة. وأشاد الرئيس خلال اللقاء بما حققته الشركة من نجاحات في مصر على مدار الثلاث عقود الماضية، مثمناً خطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، ومؤكداً حرص الدولة على تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة ارتباطاً باحتياجات مصر المتزايدة في هذا الصدد. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من المصريين العاملين في المؤسسات التابعة للاتحاد الافريقي. جاء اللقاء على هامش مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الافريقي بالعاصمة الغانية أكرا. وأكد دكتور مدبولي تطلع مصر لدعم تواجدها في مؤسسات الاتحاد الافريقي اتصالا بالدور المحوري للعلاقات المصرية الافريقية في السياسة الخارجية المصرية. أيضاً امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نذير العرباوي الوزير الأول لدولة الجزائر على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي اللي انطلقت أمس في أكرا عاصمة غانا. وأعرب مدبولي عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر وترفيعها لمستوى العلاقات الاستراتيجية. وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال اللقاء الاتفاق بين رئيس الوزراء والوزير الأول الجزائري على عقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأخير من العام الجاري 2024. امبارح أيضا التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نانا أوكافو أودو رئيس جمهورية غانا، وده على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي. وأشار مدبولي لعمق العلاقات التاريخية اللي بتربط بين البلدين منذ مرحلة التحرر الوطني والروابط الطيبة اللي بتجمع القيادة السياسية في الدولتين الصديقتين، مؤكدا استعداد مصر لدعم احتياجات غانا في مجالات التنمية المتنوعة والتنسيق والتشاور الفاعل في العديد من القضايا الإقليمية استناداً لدور غانا المحوري في منطقة غرب إفريقيا.